أول مرة أزور متحف الفنون الجميلة الإسكندرية، هي يعني إبداع. ندخل على قاعدة الفن المصري الحديث، راغب عياد، لوحة رأسة الخيل، شوف الألوان، تدخل الشخصيات، خلفية البيوت، يعني الإبداع ده. شوف حركة الجاموسة، فيها حركة كده وكأنها هتخرج من لوحة عليك. تكوين أحمد ماهر رائف، عبد الهادي الجزار، عاشق الجن، لوحة عايزة تفسير وحاجات كتير. اللوحة شواف الطالع ده برضو لوحته جميلة جدا، غريبة. شوف القطة السوداء على شماله ودايق متكحل ودايق على جبينه وعلى دقنه ومزق الفنجان. شوف الخلفية، ناس منتظرة، كراسي محطوطة، إبداع. المهاجر يوسف كامل، سلوحة كبيرة، عايز الواحد يرجع كويس. شوف أحمد صبري الراهبة، حاجة يعني إبداع، قعد فيها مدة طويلة. واحد مش قادر يكمل فيديو، ناس بذلت جهدها وعرقها وتعبها في إبداع، واحنا نصوره بسهولة.